بسم الله أبو الابن الروح القدس إله واحد أمين تحل علينا نعمته وبركته من الآن والأبد أمين. إحنا بنكمل السلسلة بتاعت اللاهوت العقيدي، وكنا المرة اللي فاتت درسنا الحبل بلا دنس اللي تعتقد به الكنيسة الكاثوليكية من حوالي 160 سنة دوبك بس، واتكلمنا بشوية تفاصيل عنها، وده تطرق لسؤال اتطرح المرة اللي فاتت عن الخطية الجدية أو الخطية الأصلية، وقلنا هل إحنا كبشر ورثنا الخطية آدم، هل إحنا ورثنا خطية آدم ولا؟ طبعا الموضوع كبير شوية، والحقيقة أنا بعتذر إن أنا ملحقتش أكتبه، يعني مفضتش في الإيميل فاتو، كان عندي حاجات كتيرة فملحقتش إن أنا أكتبه لكم يعني برضو عشان يبقى منظم بنقط، فحب اعتذر عن ده، لكن هنتكلم فيه شوية، وإذا احتاج الأمر إن احنا نكمله مرة كمان برضو مش هيبقى ما عنديش مانع إن احنا نتكلم فيه مرة كمان. بس عشان أبدأ يعني قبل ما أتكلم على فكرة هل احنا ورثنا خطيئة آدم، مش عايز أخش في إجابة السؤال ده على طول، عاوز أعرف بالظبط هو إيه اللي حصل عشان لما نيجي نجاوب السؤال ده فاهمين الموضوع ده جه إزاي. أو يعني بحط شوية حقائق مع بعضينا كده. الله خلق الإنسان اللي هو تاج الخليقة كلها، من محبة ربنا للإنسان خلق له كل حاجة، جهز له كل حاجة قبل ما يخلقه، وخلقه هو آخر حاجة، فده من محبة ربنا. وخلق الإنسان مختلف، خلق الإنسان على صورته ومثاله، خلقه من غير فساد، واداله حرية إرادة، واداله حياة، واداله خلود. فربنا لما خلق الإنسان خلق الإنسان صاحب حرية، صاحب إيه؟ صاحب حرية، لأنه يعني مخلوق على صورة الله، فهو مختلف. وربنا من محبته للإنسان برضو لو اداله الحرية دي ما يقدرش يسحبها منه، لكن ربنا كمان يحبنا لما نكون بنحبه إحنا كمان، أو نبادله هذا الحب، ما نكونش مجبرين على كده. فربنا لما اتعامل مع الموقف ده اتعامل معاه على انه ما ينفعش يبقى احنا مجبرين على ان احنا نحبه، وبالتالي خلق لنا حط ادم وحواء في الجنه، اداله سلطان على كل الخليقه، على كل اللي في الجنه، على كل الحيوانات، على كل النباتات، ربنا اداله هذا السلطان وسلموا كل ده، وقال له كل شجر الجنة تأكل ما عدا شجرة واحدة، ليه؟ شجرة معرفة الخير والشر. طب ربنا عمل كده عشان الإنسان هنا يبتدي بكامل حريته يختار يكمل في محبة ربنا ويبادله هذا الحب أو لا. يبقى ربنا حتى من محبته للإنسان اداله الحرية، واداله كمان حرية انه يعبر عن محبته لربنا. فكان لازم عشان يعبر عن محبته لربنا ربنا يديله حاجة يقدر يعبر بيها، قال له اعمل كل دي ما عدا حاجة واحدة، ودي كانت أول وصية ربنا يديها للإنسان. كانت النتيجة طبعا انه آدم وحواء للأسف ان هم سقطوا هنا في عصيان لربنا وعدم طاعة لربنا. لما عملوا كده ايه اللي حصل؟ سقط الانسان، لان ربنا ادى مع الوصية دي ادى حكم، قال لو ما تأكل من هذه الشجرة موتا تموتا، خلاص يعني الحكم صادر، فخلي بالك انا بحبك وعاوزك انت كمان تحبني، عشان تعبر عن حبك ليا انك تسلم حياتك ليا. الحقيقة لما سقط آدم وحواء في سقوطهم ده هو عملوا إيه؟ السقوط ده كان معناه إن هم خرجوا من طاعة الله إلى طاعة إبليس، من طاعة الله إلى طاعة إبليس. وعشان كده نلاقي إنه خروجهم من تحت طاعة ربنا لطاعة إبليس، الكتاب المقدس سفر الحكمة في آية جميلة قوي في سفر الحكمة بتقول لكن بحسد إبليس دخل الموت إلى العالم،
بحسد ابليس دخل الموت العالمي. عارفين احنا بنقولها امتى دي؟ بنقولها في القداس، القداس البسيلي، نقول ان خلق الله الانسان بغير فساد، مش كده؟ بنقول يا الله العظيم الابدي الذي جبل الانسان على غير فساد. اذا ربنا خلق الانسان من غير فساد، والموت الذي دخل الى العالم بحسد ابليس هدمته. اذا الموت اللي دخل للعالم كان بحسد ابليس. ابليس للحقيقه طبعا كان المعركه ان هو طبعا الاول بكامل سلطانه، لانه يعني كان احد رؤساء الكهنه، بكامل سلطانه وارادته وحريته هو تكبر على الله فسقط. فكان بقى متغاظ ان ازاي بقى ربنا يخلق الانسان ويسلمه كل ده ويبقى تاج الخليقه كلها، فما كانش مبسوط. وعشان كده دخل بحيله لحواء. انا مش عايز اخش في تفاصيل قوي، لكن انا بس عايز اجيب القصه من اولها عشان نعرف ايه اللي حصل يعني. فدخل ابليس طبعا بحيله عشان يوقع، يشكك ادم وحواء فيه، او يشكك حواء طبعا ابتدت الاول، يشكك حواء في محبة ربنا ليهم، ورفع عندها الإحساس بأن أنتوا تصيران كالله عارفين الخير والشر. فكانت النتيجة أن هي كلت وخلت جوزها أنه كمان يأكل. كانت النتيجة أن هو حصل، حسوا أن في حاجة غريبة حصلت فيهم، حسوا أن في حاجة غريبة حصلت فيهم، عشان كده راحوا يستخبوا من ربنا. ده دليل على أنه ما كانوا عايشين مع ربنا ببراس ببراءة وبساطة وقداسة، متعودين على صوته وتكلموا معاه، لكن النقاوة والبساطة والطهارة اللي كانوا فيها، أو عدم الفساد اللي كانوا فيه، أو زي ما ربنا خلقهم، راح. عشان كده هم حاولوا يتسطروا على نفسهم، اكتشفوا أنهم عريانين، ودي بقى بسبب الخطية وسقوط الخطية، سقوطهم في الخطية. فكانت النتيجة عملوا أوراق التين، وربنا قال لهم ورق التين ده مش هيستركم، اللي هيستركم لازم يكون دمي أو ذبيحة، لازم يكون في ذبيحة في دم. وربنا علمهم من هنا فكرة الذبيحة. طبعا أنا عارف إن في موضوعات كتيرة هتتخش في أسئلة كتيرة، بس أنا هحط بس كده يعني إيه مقدمة النهاردة نتكلم فيها. طب إيه اللي حصل بقى؟ طب آدم غلط وحواء غلطت، الإنسان الأول ده ربنا لما خلق آدم خلقه في حالة من يعني النقاوة والقداسة. طب إيه اللي حصل هنا لما آدم عصى ربنا؟ عصى ربنا يعني تمرد عليه أو ما أطاعوش، لم يطيع الله، بل إدى الطاعة بتاعته يعتبر هنا لإبليس. فلما ادى الطاعه بتاعته لابليس كانه سلم نفسه لابليس، وابتدي بقى عبد لابليس او للشيطان، مش عبد لله. فاللي هنا اللي حصل هنا دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اللي حصلت ان الطبيعه نفسها اللي ربنا خلقها لما تمردت على ربنا وبقت خرجت من سلطان ربنا، حصلت الطبيعه دي تشوهت، بقت طبيعه فسدانه، الخطية دخلت فيها. فالطبيعة هنا بقت إيه؟ فسدانة. طب الطبيعة الفسدانة دي إيه اللي يحصل فيها؟ في عليها حكم. إيه الحكم ده؟ حكم الموت. إذن لما حصل هنا إنه الطبيعة دي اللي كانت نقية أصبحت فسدانة، وأصبحت الطبيعة بتاعت آدم بقى بعد السقوط هنا مختلفة، لانه ابتدى يعرف ابتدى يخش في ثنائيه، نسميها ثنائيه، في صراع داخلي ما بين الخير والشر. لانه هو الاول قبل السقوط ما كانش يعرف غير الخير بس، لكن بعد السقوط الطبيعه دي بقت تعرف الشر، فاصبح في ميل للخطيه، في ميل للشر. الطبيعه دي بقت ايه؟ فيها خطيه، وبقى فيها صراع، اللي هو بنعبر عنه بولس الرسول في روميا، صراع بين الروح والجسد، بين الخير والشر. بقى في الثنائيه دي بقت موجوده في هذه الطبيعه، فاصبحت الطبيعه مشوهه، اصبحت الطبيعه فيها فساد. طيب ولما اصبح الطبيعه دي كده اصبح فيها حكم عليها، لانه في الحاله دي الحكم بتاع ربنا لازم يكون موجود، حكم بالموت.
والسؤال ساعات اللي بيجي طبيعي، طب هو ربنا ما موتهمش ليه على طول في التو واللحظة طالما في حكم بالموت؟ الآباء كلهم استقروا إنه في ثلاث، في أربع أنواع من الموت، أربع أنواع من الموت: الموت الجسدي، والموت الروحي، والموت الأدبي، والموت الأبدي. يعني إيه اللي بيحصل؟ خلينا نبتدي بالموت الروحي اللي هو حصل بعد السقوط. بعد السقوط هو كان آدم عايش على إنه مصدر حياته مين؟ هو ربنا. فكان يحيا بمصدر الحياة اللي هو ربنا، فربنا هو مصدر حياته. طب لما انفصل عن ربنا وأطاع إبليس يبقى هو انفصل عن الحياة، فأصبح فيه هنا موت روحي اللي نسميه موت الروحي. الموت الروحي هو الانفصال عن الله. أي خطية معناها في تعدي على وصية ربنا، تعدي على ربنا معناها أنا مبقتش تبعه، فيحصل انفصال بيني وبين ربنا. الانفصال ده يسموه موت، انفصال بيني وبين ربنا، فده موت بنسميه موت الروحي، انفصال. الموت الأدبي هو آدم وحواء كان ليه سلطان على الخليقة كلها، فقد كرامته، فقد هيبته، وفقد إحساسه بقيمته كأنه على صورة الله ومثاله، فحتى الكرامة دي راحت منه. الموت الأبدي وده أخطر موت. ليه؟ لأن الموت الأبدي معناه أنه يفضل في هذه الطبيعة الفسدانة إلى النهاية، خلاص يعيش بيه على طول كده. فالموت ده موت أبدي، ده هلاك أبدي. والموت الجسدي هو بقى اللي هو انفصال الروح عن الجسد. ربنا أجل الموت الجسدي ده، يعني الموت الجسدي ده هو ده اللي ربنا أجله. ليه أجله؟ لأنه إدى فرصة لآدم وحواء أن يكون هناك منهم نسل، عشان الوعد اللي إداه ربنا بالخلاص لآدم وحواء إنه من نسل المرأة هيجي اللي يسحق رأس الحية دي، لأن المعركة ما انتهتش. طالما إبليس وقعكم ماشي، بس أنا مش هسيبكم برضه، فأنا هخلصكم. فالموت الجسدي ربنا أجله، ولكن أصبح قانون الموت الجسدي ده كلنا هنمر بيه. الموت الروحي لو أنا اخترت أنفصل عن ربنا. الموت الأبدي هو لو أنا اخترت أن أنا أعيش بعيد عن ربنا، ده هلاك بقى الأبدي. فربنا كان عاوز يأجل الموت الجسدي، وفي نفس الوقت يحل مشكلة الموت الروحي، الموت الأبدي. فكان لابد إداهم الوعد إنكم مش هينفع تعيشوا خلاص في الجنة إنمور، فلازم تخرجوا بره الجنة. وطبعا بسبب الخطية دي اللعنة جت على الأرض طبعا، وجت على الحية، وطبعا فيها عقاب ضمني. يعني لما قال للحية تسعين من تكريم التراب، عقاب ضمني برضو لآدم إنه هيرجع للتراب. وللأرض لما لعن الأرض في عقاب ضمني إنك أنت هتتعب ومراتك هتتوجع في الألم والولادة. إذن وهو بيلعن كان في عقاب ضمني، لكن ربنا لم يلعن آدم، لكن هي بقى في لعنة على الطبيعة. وكانت النتيجة بالمنظر البشع ده طبعا إن أصبح في خط طبيعة مشوهة، طبيعة فسدانة قابلة للموت، عليها حكم موت. طيب احنا بقى لما بنيجي بعد كده نتكلم، طب هو احنا بقى احنا ذنبنا ايه في القصه دي كلها؟ يعني طب هو ادم غلط يعني، طب انا مالي يعني؟ هنا بقى السؤال اللي بيطلع على حته وراثه الخطيه بتاعه ادم، ودي عايزين نشرحها بشويش وبهدوء. طبعا اباء كتير اتكلموا فيها، ما قدرتش طبعا اجيب لكم كل اقوال، عشان كده ما لحقتش اكتب كل اقوال الاباء، لكن خليني اقول الملخص بتاعها بالكنيسه يعني الارثوذكسيه او الفكر الارثوذكسي بيعتقد فيه. في فرق بين خطيه ادم الشخصيه اللي هو اكل من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الشجره، وخطاياه بعد كده. يعني هو ليه خطايا شخصيه بعد ما طلع من الجنه، ربما يكون ده قعد 39 سنه، ربما يكون أخطر. إحنا ما بنتكلمش عن خطايا آدم الشخصية، إحنا بنتكلم عن الطبيعة، لأن آدم ده كان مخلوق من غير فساد، فلما غلط الغلطة بتاعته دي شوهت الطبيعة دي، خلت الطبيعة دي فاسدة، الطبيعة البشرية العجنة العجينة
بتاعه البشريه بقت عجينه فسدانه. لان ما كانت الحاله اللي قبل كده كانت حلوه. اذا مين اللي بوظها؟ خطيه ادم. يبقى الخطيه اللي هو عملها بوظ الطبيعه البشريه كلها. ولان كلنا كنا في صلب ادم، كل البشريه كنا في صلب ادم، بالتالي بحسب القانون كده يبقى كلنا بقى واخدين الطبيعه بتاعت ابونا الاول ابونا ادم وامنا حواء، واخدين الطبيعه الفسدانه. ما خلاص كلنا كنا في صلب ادم، وبالتالي اصبحنا بقى عندنا هذه الطبيعه المشوهه. الطبيعه المشوهه دي اللي فيها ايه؟ اللي فيها عدم فساد، اللي فيها فساد. بقت لو بقى فيها فساد، ما فيهاش نقاوه، بقى فيها ميل للخطيه، بقى فيها تعدي على وصيه ربنا، فيها العصيان، الطبيعه نفسها عليها بالاضافه لده حكم الموت. بقى عليها حكم الموت، لازم تموت. لان اصبحت نفس الطبيعه. فالوراثه هنا مش وراثه خطيه ادم الشخصيه، لكن وراثه طبيعه ادم. والنتيجه، النتيجه اللي هو الموت. طيب خلونا نقرا مع بعض لو معاكم الانجيل او على التليفون. خلينا نطلع بولس الرسول، رسالة روميا لبولس الرسول إصحاح 5، نقرأ مع بعض. بولس الرسول وهو بيكتب رسالته الروميا اتعرض لحتة زي دي في الإصحاح 5 آية 12، ودي آية محورية وآية مشهورة قوي في عشان بتشرح الموضوع ده. بيقول إيه بولس في رسالته الروميا؟ من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. يبقى هو هنا لما بيتكلم بيقول من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد اللي هو آدم دخلت الخطية إلى العالم. خلوا بالكم إن الخطية الأصلية اللي بنستعملها إحنا ما كانتش موجودة في الآباء قبل أغسطينوس. أغسطينوس هو قديس أغسطينوس هو أول واحد استخدم كلمة الخطية الأصلية، لكن ده التعبير ده مش موجود في الكتاب المقدس. تعبير الخطية الأصلية ده مش موجود في الكتاب المقدس، لكن التعبير الكتابي بتاعها إنه دخلت الخطية العالم، إن الخطية دخلت العالم عن طريق آدم، عن طريق فعل آدم. يعني آدم بسقوطه أو بتعديه بسببه دخلت الخطيه العالم. دخل العالم يعني اصبح كل الطبيعه البشريه اللي هتيجي من ادم كلها فيها الخطيه. وده التعبير الكتابي اللي هو التعبير اللي استخدمه اغسطينوس اللي هو الخطيه الاصليه دي، هو استعمله هو بيدافع ضد بيلاجيوس. بيلاجيوس ده كان راهب انجليزي بريطاني، كان ويقال انه كان ناسك كويس يعني، لكن اتعرض في موضوع النعمه والاعمال وكده، وكان بيرد عليه اغسطينوس، فحب يعني عشان يوري له ان احنا من غير نعمه المسيح ما نعملش، ما نقدرش نعمل حاجه، فابتدى يتكلم عن الخطيه الاصليه، وهو اول واحد استخدم كلمه الاوريجينال سين. لكن الكتاب ما قالش دي، الكتاب يقول انه بانسان واحد دخلت الخطيه العالم. كلمه دخلت الخطيه العالم يعني الطبيعه بتاعه العالم او الطبيعه الجسديه دخلت الخطيه في الطبيعه بتاعتها. وبعدين يقول وبالخطيه الموت. إن طالما الطبيعة فسد وكان في حكم الموت، بقى في حكم الموت على كل إنسان بيولد. خلاص كل واحد هيجي من صلب آدم بقى فيه الخطية القابلة للموت، بقى فيه الخطية الفسدانة اللي بتموت، فعليها حكم الموت. أي واحد هيتولد هو مولود للموت زي ما بيقولوا، يعني هو مولود للموت. ومولود بالموت لأنه عليه الحكم على طول. إيه اللي بيوقف الموت ده بقى؟ المعمودية أو خلاص المسيح اللي احنا بناخده بالمعمودية، يعني بنشرحها بعدين يعني. لكن هو كل إنسان مولود للموت، لأن هو دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. وفي اليوناني يقولوا العربي هنا ناقصة حتة، يعني يقول إذ أخطأ الجميع به أو فيه، يعني في حتة في اليوناني في العربي مش مترجمة، يعني إذ أخطأ الجميع إيه؟ بسبب آدم، فيه أو بآدم أو به، إن كنا في آدم. يعني بسبب فعل آدم كل الخطية دي دخلت إلى العالم واجتاز الموت إلى جميع الناس، فأصبح
عشان كده تلاقوا مثلا احنا واحنا بنصلي في الكنيسه عندنا في الليترجيات بتاعتنا مثلا في القداس الغرغوري يقول انا اختطفت ليا قضيه الموت، بيتكلم عن ادم غرس واحد نهايتان ان اكل منه، لكن انا اكلت بارادتي وجبت لنفسي قضيه الموت. وفي اوشيه الراقدين، اوشيه الراقدين ليس احد طاهرا بلا دنس، يعني حتى لو كانت ايام حياته على الارض يوما واحد، يعني لو يعيش يوم واحد برضه يعتبر خاطئ، لان الخطيه فيه الطبيعه فيها خطيه، حتى لو يوم واحد لا عمل خطيه ولا كبر ولا فهم ولا، لكن يقول ليس احد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. واكشول الايه دي متاخده من ايه في سفر ايوب، اي ثينك ايوب 14 تقريبا على ما اتذكر، يعني انه حتى الفكر اللي كان موجود انه ما فيش حد طاهر حتى كان يوم واحد، ليه؟ لان الخطيه بقت موجوده في الطبيعه. بيشبهوها الاباء كده عامل زي فرع، زي جذر الشجره، جذر الشجره من تحت هو يحمل فيه الفروع، فالشجره وهي طالعه فيها الفروع. لو الجذر ده فيه مرض او فيروس او اي مرض تبع النباتات اكيد هيطلع في الفروع. فالجذر ده هو ادم، احنا كلنا جايين من ادم، ده اب واحد او ام واحده، احنا كلنا جايين من اب واحد. فاصبح الاب ده لما مرض اصبح ده بقى موجود في الطبيعه كلها، في الفروع كلها اللي جايه من نسله، فاصبح كل الفروع فيها نفس المرض. عشان كده بنقول احنا ما ورثناش خطايا الشخصيه، ملناش دعوه بالخطايا الشخصيه، لكن الطبيعه نفسها اللي اتاثرت بسبب الوصيه اللي هو كسرها واحنا كنا كلنا فيه، فاصبح الخطيه دي الطبيعه دي اصبح مش هو. ومن محبه ربنا ان ربنا، يعني ممكن واحد يقول لك وده عدل طيب من ربنا، ايوه هو مش عدل قوي طبعا لو احنا وقفنا لغايه كده، لكن ربنا عمل حاجه حلوه بقى خالص، ان هو ادانا ان احنا عشان ما نقولش السؤال ده، عمل حاجه لطيفه قوي ربنا، ان احنا كنا في قصد الله، يقول كده احنا كنا في قصد الله لما خلق الانسان، وكان عارف ان ادم هيغلط، وكان لما عارف ان ادم هيغلط كان بيدبر برضه الخلاص. طب ربنا عمل كده ليه؟ زي ما قلت من شويه، لان ربنا بيحب الانسان، ما يحبش يجبره انه يحبه باجبار، لكن عاوز يحبه او من بسبب الحريه اللي اداها له. عشان كده انه من عدل ربنا انه زي ما احنا ورثنا الطبيعه الفسدانه دي حكم الموت، هو كمان ربنا قال لنا وانا كمان هخلصكم بالخلاص مجاني من غير ما تتعبوا فيه انتوا، انا هاخد الخلاص، فانا هديكوا كمان لو امنتم بيا. وهنا قدم ربنا قمه العداله، ان حتى لو خدت ورثت الطبيعه الفسدانه بسبب فعل ادم، انا ورثت الطبيعه الفسدانه دي بسبب قرار ادم الخاطئ ده، لكن بحسب غنى محبه ربنا للبشريه اداني اكثر مما استحق، اني مش اعيش بس في جنه، ده انا اعيش في ملكوت السماوات، اني مش بس ابقى عايش كده في لا ده انا ابقى كمان متحد بيه. يعني ربنا لما جه كمان يديني ويعوضني اداني بغنى. سمعت يعني حته حلوه الاول من الانبا بشوي الله ينيح نفسه، بيقول عامل زي ما يكون ملك كده ماشي، وهو ماشي في السوق كده حب عاوز يشتري حاجه، فالخادم العبد اللي معاه قال له انت معاك فلوس؟ قال له اه، فاداله اي حاجه، اي مبلغ صغير يعني اشترى بيه حاجه مثلا. لما يرجع القصر تفتكر الملك ده هيديله نفس المبلغ ولا يديله بزياده حسب كرم الملك؟ فربنا حسب كرمه بقى ادانا بغنى، اداني العتق من العبوديه، اداني الطبيعه النقيه، امكانيه الغلبه على الخطيه والسلطان على ابليس،
اداني الحياه الابديه، اداني انا اتحد بيه، اداني هو حل يسكن فيا، غنى 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 عطايا وغنى كبيره قوي ادهاني ربنا، مش مجرد ان يسدد لي انت، طب انت عشان انت ما عملتش حاجه بس شلت الشيله دي انا هشيلها لك وخلاص. لا لا لا، ده اداني كمان بغنى، اداني كمان ايه بغنى. فزي ما من مش من العدل ان 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 انا ادفع ثمن نتيجه خطيئه ادم، كمان ربنا اداني حل مجاني وبشكل متساوي لجميع البشر وبدون تمييز. كل الشرط المطلوب انك تؤمن، فاللي يؤمن بالمسيح ويثبت في المسيح طبعا من خلال الاسرار، خلاص كل واحد عاوز ياخد خلاص مجاني ويتحرر من الخطيه او من الطبيعه الفاسده او من حكم الموت اللي كان موجود عليه. انا مش عاوز اطول عليكم، لكن انا بس حبيت اوضح النقطه دي اللي هي اثيرت. طبعا لو رجعنا بقى لموضوع اللي جاب السؤال ده، ان احنا كنا بنتكلم على الحبل بلا دانس، دي النقطه الثانيه انا عاوز اتكلم فيها معاكم، معلش هاخد دقيقه وبعد كده نسيب موضوع الاسئله ده. النقطه اللي فتحت الموضوع ده، ان احنا قلنا ان العذراء هم، احنا قلنا ان الوحيد اللي ما شالش الطبيعه الفاسده دي هو المسيح. هو خد عجنه البشريه بس بلا خطيه، عشان كده هو ما جاش بالتناسل او بزرع بشر. المسيح ما جاش بزرع بشر ولا جه بالتناسل بشري، عشان كده احنا بنقول ان هو مسيح. انا كان في قول حلو للقديس اثناسيوس كنت عايز ادور لكم عليه. طيب المهم بس هشرح الحته دي الاول. فالمسيح الوحيد اللي ما كانش فيه الزرع التناسل البشري، لكن خد العجنه البشريه او الطبيعه البشريه اللي هي يبقى جسد وروح من العذراء مريم، عشان كده هو ارسل الروح القدس، روحه هو ابعثه الاول يقدس المستودع بتاع العذراء مريم ويكون من جسدها ودمها ناسوت يتحد به الله الكلمه او اقنوم الكلمه. ومن اللحظه الاولى دي في الاتحاد صار الله المتجسد بلا خطيه، ده الوحيد الذي بلا خطيه وشال الجسد بتاعنا البشري ده عشان يرجع له كرامته ويحطنا كلنا فيه، يبقى زي بانسان واحد. ودي اللي شرحها برضو بولس في روميا 5 برضو لما نقرا بقيه الباراجراف ده، الباراجراف ده مهم قوي اللي هو روميا 5 من اول 12 لغايه الاخر. لما نرجع بقى كده، يبقى المسيح زي ما واحد دخلت بعصيانه بعدم طاعته، المسيح بطاعته رجعنا تاني الى الحياه الابديه ورفع حكم الموت عننا، فادانا الحياه بتاعت الحياه الابديه، وبقى اصبح حكم الموت بالنسبه لنا مفيش هلاك ابدي لينا، وقف الهلاك الابدي خلاص. اللي هيؤمن بالمسيح طبعا هيبقى الهلاك الابدي مش موجود عليه. الموت ده الموت ده نقصد بيه الموت الابدي، وهو عشان كده ربنا خرج ادم وحواء من الجنه لئلا ياكلوا من شجره الحياه فيحيوا الى الابد في الهلاك، وربنا كان خاف عليهم لان لا انا مش عاوزكم تهلكوا هلاك ابدي، فتره مؤقته لغايه لما انا ادبر الخلاص عشان ارجعكم تاني في ايه؟ في الحياه الابديه. وده السبب اللي خرجهم بره ما ياكلوش من شجره الحياه، لكن هنيجي في السماء ناكل من شجره الحياه، هو مصدر حياتنا اللي هو المسيح نفسه، هو مصدر الشبع بتاعنا. دي كانت اشاره للمسيح هو الشبع، احنا بناكل من شجره الحياه جسد المسيح ودمه، هو ده مصدر حياتنا. مشكله ادم انه انفصل عن هذه الحياه وبالتالي مات، او يعني نقدر نقول بقى عليه حكم الموت. فالعذراء جت بالتناسل طبيعي اب وام، اذا هي تحمل الخطيه في يعني الطبيعه نفسها، الطبيعه نفسها المشوهه موجوده. طبعا العذراء فاقت القديسين كلهم بتوع العهد القديم ان قدرت تقاوم الخطيه برغم ان هي تحمل الطبيعه المشوهه والفسدانه، لكن قدرت تقاوم الخطيه. عشان كده ربنا اختارها هنا، لان هي كمان بقت كانت اكسبشن شويه، لكن مش معناها ان هي مولوده كمان
من غير دناسة خطيه. دي اللي حتى بعد اتكلمنا عليها المره اللي فاتت. اذا الوحيد هو اللي موجود مولود من دون خطيه هو ده. طب ساعات الواحد يسال طب لو كان ادم ندم وتاب، الندم والتوبه بتاعت ادم ده عاجز على انه يغير الطبيعه. مشكله ان حصل مشكله في الطبيعه البشريه، فما ينفعش تتصلح بالتوبه والندم. دلوقتي ممكن يحصل توبه وندم لان دم المسيح موجود، لكن ادم لما غلط التوبه تغير الطبيعه ازاي؟ عاجزه. ودي اللي قالها برضو يوحنا القديس اثناسيوس الرسولي، ان الندم على فعل الخطيه والتوبه عنها مش كافي انه يرفع حكم الموت. يقول فلو كان تعدي الانسان مجرد عمل خاطئ ولم يتبعه فساد لكانت التوبه كافيه. ده القديس اثناسيوس. اما الان بعد ان حدث التعدي فقد تورط البشر في ذلك الفساد الذي كان هو طبيعتهم، ونزعت منهم نعمه مماثله صوره الله، نعمه ان انا ابقى مماثل لصوره الله. فما هي الخطوه التي يحتاجها الامر بعد ذلك؟ او من ذا الذي يستطيع ان يعيد للانسان تلك النعمه ويرد الى حالته الاولى الا كلمه الله الذي خلق في البدء كل شيء من العدم. زي كلمة الله اللي خلقت آدم الأول، هو برضو كلمة الله يجي عشان يصلح اللي عمله آدم، يصلح الفعلة المهببة اللي اتعملت. فكان لازم يجي برضو الكلمة اللي هو أقنوم الكلمة وياخد الجسد بتاعنا الطبيعة البشرية عشان يرجعها طبيعة مبررة. فأصبح كل من يؤمن بالمسيح ينال هذا التبرير، التبرير من المسيح. بر المسيح يقدر يديه أي واحد موجود، كل البشر للي يؤمن بيه. طبعا دي البدايه، طبعا عارفين حاجات تانية طبعا عارفينها احنا بس مش هتكلم فيها دلوقتي. اذا انا بس بشرح جت منين الحته دي. فعشان كده بنقول ان التوبه مش هتشفي طبيعه الانسان. هو ده اللي عايزين نوصله، يعني كل الاباء اجمعوا على انه زي بولس الرسول ما قال الخطيه دخلت عشان دخلت للعالم الطبيعه. لما تحط ادم في مستوى انت عاوزني ولا عاوز الشيطان؟ لو كان ادم فضل زي ما عربيه ما كانش حصل حاجه خلاص. لكن المشكله ان ادم قال له سمع للشيطان، فكانه بوظ الطبيعه البشريه خلاص في العصيان. ودي اللي قالها بولس على فكره برضو في روميا 5، برضو هقرا لكم الايه دي اللي هي ايه 19 في نفس الاصحاح 5 بس ايه 19. كما بمعصيه الانسان الواحد جعل الكثيرون خطاه، هكذا ايضا باطاعه الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا. إطاعة الواحد هو مين؟ المسيح الذي أطاع الآب حتى الموت، موت الصليب. لما اطاع كانت النتيجة إن خلينا إحنا إيه؟ أبرار. يقول آخر آية في 21 يقول حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع. كان في مملكتين، يعني في مملكة الخطية تودي للموت، في مملكة الإيه؟ البر تودي الحياة أبدية. ده بالمسيح آدم الأول وآدم الثاني. ربنا يحافظ عليكم. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطينا سلامك، كرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا كالملك والقوة والبركة والعز الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين لكل الشكر يا أبانا الذي في السماوات. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وعطية موهبة روح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.